للحديث حول تفاصيل تحركات الأسواق العالمية انضم إلينا من دبي رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك رائد. بداية هذه الخطوة التي اتخذها بنك الشعب الصيني وفاجأ الأسواق فيها بخفضه للفائدة هذه المرة، كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني خاصة مع توجهات البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، وكيف يمكن أن تكون تأثيراتها بالنسبة للتضخم في الصين خاصة الذي يأتي متوازي مع التضخم العالمي وارتفاعاته؟ طبعا نحن نتحدث عن الاقتصاد الصيني. حقيقة إذا نظرنا إلى الاقتصاد الصيني وإلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين فهي تظهر ابتعاد نوعا ما عن باقي الاقتصادات العالمية. على سبيل المثال ذكرت التضخم هو عند 2.7% إذا ما قرناه بالتضخم الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية عند 8.5% بعد الانخفاض من 9.1%. إذا تحدثنا عن التضخم فهو قريب نسبيا من المستهدفات عند 2%، وذلك يعطي المجال والأريحية للاقتصاد الصيني أن يسهل السياسة النقدية، خصوصا أنه الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول أظهر انكماشا، الربع الثاني أظهر انكماشا هو بنسبة ناقص 2.6، وهذا لم نشهده منذ عام 2020 الربع الأول. إذا الاقتصاد الصيني بمعطياته الحالية وبسياسته للزيرو كيسز أو لا يكون هناك أي حالات إصابة تستدعي وتستهدف أن يكون في عندنا تسهيل في السياسة النقدية وتخفيض في أسعار الفائدة، وهذه ثاني مرة يقوم البنك الشعب الصيني بتقليص أسعار الفائدة. إذن هو يمشي بالاتجاه نوعا ما المطلوب كصناع سياسة نقدية. وأيضا إذا ما نظرنا إلى المبيعات التجزئة، إذا ما نظرنا إلى باقي المؤشرات تظهر حاجة تحفيز الاقتصاد الصيني. إذا نظرنا إلى معدلات البطالة فهي أعلى بكثير من معدلات البطالة في الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال. نحن يكافئ عند مستويات مرتفعة نسبيا ويستهدف 5% أن يكون مستوى البطالة. إجمالا الاقتصاد الصيني أقدم إلى تقليص أسعار الفائدة بنقص أو تخفيضها بعشر بالمئة، وهذا يعتبر بحد ذاته مناسب جدا للاقتصاد الصيني في الوقت الحالي. صحيح تتهم الصين بأنها تثير بوادر حرب العملات وتضغط، ولكن هي بطريقة غير مباشرة سوف ينخفض اليوان أمام الدولار الأمريكي، وذلك سيشجع الصادرات الصينية في الفترة الأخيرة. رأينا نوعا ما أن الاقتصاد الصيني منفرد بسياسته التحفيزية حاليا. جيد رأي. دعنا ننتقل من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وبنك الشعب الصيني وهذا الميل نحو خفض الفائدة إلى الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والتجديد هذه المرة. نحن في انتظار بيانات محضر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن يستبق ذلك معدلات التضخم جاءت أفضل من المتوقع، يحدث طباط، وأنت تعلم أن رادار الاحتياطي يلاحق التضخم من الدرجة الأولى. هل سيبطئ ربما من سرعته، لا يعمد إلى رفع معدلات الفائدة هذه المرة، أم أنه سيستمر، وما هي تأثيرات ذلك على الدولار؟ أثارت البيانات التي صدرت مؤخرا من التضخم نوعا من الغموض وعدم الوضوح كثيرا. إذا نظرنا إلى نفس الرقم 8.5% التي كان عليه مستوى التضخم قبل الوصول إلى الذروة عند 9.1%، النظرة كانت سوداوية بشكل كبير جدا. ما أن انخفض التضخم من 9.1 إلى 8.5% إلى 8.5 مرة أخرى، بدأت تظهر علامات إيجابية أنه الذروة أصبحت وراءنا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولكن ذلك لا يغير جوهر أن التضخم لا يزال مرتفع وبشكل كبير جدا عما ينبغي عليه. أي أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج ويتطلب أن يكون هناك أسعار فائدة في الوقت الراهن أعلى مما هو عليه. الفيدرالي متمهل بأخذ هذا بعين الاعتبار، وبالتالي بنظرتنا إلى الفترة الماضية كيف تفاعل الفيدرالي الأمريكي مع البيانات الاقتصادية، فهو المرجح بشكل كبير جدا أن يرفع فقط ب50 نقطة أساس، وأن لا يكون هناك مطروحا ب75 نقطة أساس.
صحيح رائد، شهدنا اليوم في أولى تداولات هذا الأسبوع تراجع على الذهب واللي كسر مستويات 1800 دولار للأونصة، خاصة مع بعد البيانات الإيجابية للتضخم في الولايات المتحدة وقوة الدولار في الوقت الحالي. كيف تصف تحركات الذهب في هذه الأثناء وفي خلال هذا الأسبوع؟ يعني الذهب حقيقة تمكن من الاستقرار فوق مستويات أعلى ومكافحة الوصول إلى 1800 دولار، مشوار قطعه من 1695 إلى 1800 دولار للأونصة دون أن يكون هناك تصحيحات عميقة خلال ال 112 دولار التي قطعها الذهب. عمليا الذهب استفاد بشكل كبير جدا في الفترة الماضية بأنه الفيدرال الأمريكي مع مستويات تضخم أدنى سوف يقوم بالتوجه إلى تشديد السياسة النقدية بطريقة أقل، ولكن ما استفاده خلال الفترة التي ارتفع فيها من 695 إلى 1800 دولار هو بسبب التوترات الجيوسياسية، مخاوف الركود بالاقتصاد العالمي. هذه هي العوامل الأساسية التي دفعت الذهب للارتفاع. الآن عوامل أخرى تقف بجانب الارتفاعات أكثر على أسعار الذهب. رائد الخضر كبير استراتيجية الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا دائما لوجودك معنا. شكرا لك.